كان حلو وتنظيمهم بعد مرتب وحلو، حتى السباق كان حلو منظمين مدرسة باي مدرسة يعني شيء، فكان الشيء حلو ومنظم. جيت حق المسابقة والمسابقة كانت وايد حلوة، ووايد مدارس كانت مشتركة ويانا منها خاصة وحكومة، ووايد عيبتنا البطولة والتنظيم كان وايد حلو، عطونا كل شيء وما قصروا وايد ويانا، وإن شاء الله بنوصل المستوى الأول على الدولة وعلى المنطقة إن شاء الله، وبالتوفيق لنا. اليوم كان سباق السيرك للبنات، كان جدا رائع وجديد من نوعه، اول مره بصير في المدارس بشكل عام للطالبات، فكان جدا يوم جدا رائع حلو ممتع وشيء جديد على البنات، والحمد ما شاء الله الله يعطي العافيه للجميع. احنا جايين اليوم مشاركين بسبق الدرجات الهوائيه للمرحله المتوسطه، وبجد البنات جايه مبسوطه جدا على اساس ان الجو كتير رائع، وهم كمان حابين سباق الدرجات الهوائيه لانه كتير مفيد للجسم والعضله الرجلين، والحمد لله ان شاء الله نرتب في السباق ان شاء الله.